إيه بقى الإجابة تكون سياسية، استفتاء. برك استفتاء ونشوفوا إذا كان هاد الناس الأغلبية نتاع سكان منطقة القبائل حابين يستقلوا، كش واحد يقدر يحتم واحد يعيش معاه دراع عليه؟ نو. إذا كان الأغلبية صوت بالاستقلال الله يسهل، رجل ما حصلت في صباط إلو بروبلام يا رجلي. واحد يقول لك ان بريسيدون، دوك الشاويه يقولوا نستقلوا، المزاب يقولوا نستقلوا، علاش ان بريسيدون؟ لكن صح حنا ما نحبوش بعضنا وما نحملوش بعضنا، علاه نعيشوا مع بعض؟ هاي كل منطقه تخرج بالخبايز تاعها. واحد يقول قوه نضعف، وين تضعف انت؟ الجزائر قد هك، ماكش قد سنغافور قد هك، ماكش قد اسرائيل قد هك، في والو، لا في سلاح لا في دراهم لا في ديفلوبمون لا في تقنيات، لا في والو. اسرائيل ما قد الخروب، دونك ما جماعه لازمنا قاعدة حل سياسي شامل وعام. شكون حنا؟ وش حابين؟ كيف حابين نعيشوا؟ وش حابين نديروا؟ ونتكلوا على الله.